السلام عليكم ورحمة الله. انتشر عني مقطع قبل يومين بعنوان الشيخ الحسيني يشتم الشعب الجزائري، وراسلني بعض يسأل هل فعلا يا شيخ أنت شتمت الشعب الجزائري؟ يا إخوة، هل يعقل هذا؟ أنا أحيلكم إلى عقولكم، أنا لا أسيء ولا أشتم شخص مسلم أختلف معه، فكيف أشتم شعبا بأكمله؟ وكيف أشتم شعب أحبه وهو الشعب الجزائري؟ أنا بريء. أيها الأخوة، هذا المقطع مفبرك تم اقتطاعه من سياقه، والمقطع الكامل سأضع رابطه في الأسفل إن شاء الله. المقطع كان عن كأس العالم، أتكلم ضد الدول الغربية وضد الإعلام الغربي الذي أساء إلى الفرق العربية التي شاركت في كأس العالم، ولا أتكلم إطلاقا عن الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد. أمانة تنشرون هذا المقطع على أوسع نطاق، ولذلك أنا عمدا جعلت هذا المقطع قصير حتى يسهل نشره. دافعوا عن أخيكم ودافعوا عن عرضي، فأنا أحب كل الجزائريين وأريد أن كل الجزائريين يحبوني كما أحبهم. أنا لا أتحمل جزائري واحد يسيء في الظن. اتفقنا؟ دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وأحبكم في الله.